الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم إنا نحمدك على ما هديت ونشكرك على جزيل ما أسقيت ونستعينك على رعاية ما أسبغت من النعم ونستهديك الشكر على ما كفيت من النقم صل اللهم على البشير النذير محمد وعلى آله وصحبه والتابعين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك اللهم هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك فارزقنا اللهم عملا صالحا يقربنا إليك اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك اللهم ارحم وقوفنا ووقوف والدينا بين يديك ولا تخزنا ولا تفضحنا في الدنيا ولا يوم العرض عليك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهادة اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجى لنا منك إلا إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا
ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة إلهي هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار اللهم نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا تسمع نعوذ بك ربنا من هؤلاء الأربع اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا غائبا بخير إلا إلى أهله سالما رددته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا قصمته ولا تائبا إلا قبلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها بحولك وقوتك يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بقلبي أمنية وفي كياني ثقة بك وفي شعوري راحة نفس لأنني على يقين بمقدرتك وعطفك بأنك ستأخذني لحياة أفضل ولن أقول علمتني الحياة فمنك قوتي وتفاؤلي واجتهادي ومنك الطريق وإليك الطريق ومن كتابك نتعلم وعلى نهج نبيك نمضي بالحياة فقربنا إليك يا رب إلهي بيدك الأمر كله علمني أن أتنازل وأن أسامح وأن أتقاضى ولا تجعلني سببا لضيق أحد اللهم سخر لي من يكون لي عونا على ما أريد وما لا أريد من أمور الدنيا
وأمور الأرض بجميع محامدك، فزودني يا رب من التقوى، ووجهني للخير، واكفني الهم. اللهم انصرني وأعزني وأكرمني، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا ذا الجلال والإكرام، لك التقديس كله، ولك الكمال كله، ولك الجلال كله، يا ذا الفضل العظيم، يا الله.